سلامات، تحياتي. كل يوم احنا بنزور بلد، واليوم زيارتنا لمدينة طمرة. مدينة طمرة العامرة بأهلها، وراح يكون عندنا كام لقاء حلو ومثير. تعالوا نشوف اللقاءات. العم ابو فراس، الله يطول بعمرك. يعني قديش انا مبسوط اني جيت لعندك. اهلا بك. وانا بعرف انك انت حافظ تاريخ البلد، مدينه طمره العامره باهلها. اي نعم. حضرتك فلاح. اي نعم. احكي لنا عن طمره، عن فلاحتك، عن الارض في البلد، عن بقائنا هون في البلد. طمره حقيقه انه فعلا انه كانت انه الاعتماد الرئيسي على الزراعة، واستمر هذا الاعتماد بعد 48 لسنوات احتياج النظام الجديد للأيدي العاملة والزيادة السكاني، خاصة دخل من القرى المجاورة. فيش عندنا كان مصدر عمل محلي قليل يتوفر مشاركة بالأرض الزراعية، لذلك فعلا صار إقبال على العمل. هي الحقيقة إن للضرورة تعبر والعبر أحكام. رئيس الاستدروت بركات اسمه تاريخيا قال ما كانش من مصلحة إسرائيل بقاء أقليات، مش يقول عرب، كأنه فيها كأنها فيها جنسيات، يعني كأنه مش موجود فيها شعب، قال أقليات. لكن فعلا هاي النظرة تبعهم كانت لأنه الهجرة اللي استمدوها بكمية صحيح كانت للأهل، للأسف من العالم العربي، من العراق ومن المغرب العربي بشكل من العراق، من المغرب، من ومن اليمن، لا من مصر، من كل. بس اللي لمسناه انه الهجره من العراق، الهجره اليهوديه من العراق ومن المغرب طغت على كل الاقاليم العربيه، ان باليمن، من اليمن، ان من مصر، ان من تونس، ان كان في شوي بالجزائر، بلبنان، بسوريا، من كله اجى. هناك عمليه التهجير مش بس انه كان مش عملية تفريغ من أجل أنه تبقى هذا، لا، سهلت عليهم استيعاب القائدين من الجدد، أنه سكنون في المدن اللي هي نزحت. صحيح القرى عكا، يافا، صفد، الرملة، طبرية، بسان، كله لد والرملة، قسارية. وحضرتك فلاح. اي نعم. فلاح وصل لك هون شيء 50 سنة. اي نعم. في هذا المكان في سهل طمرة. صحيح. أراضي طمرة وسيعة. أراضي طمرة الأرض السهل اللي هو سهل الزراعة فيه اللي بيمتد تل عكا، بيصل حدود أرض طمرة من الشمال كانت أرض للدمون، الدمون إسا تحولت لرمات يوحنان هوشي ومكابي، من غربة من حد كفار مسرك، من قبلي للقبل من حد أرض الشفعمر اللي اليوم هي تابعة كيبوتس أفير. كيبوتس أفير. أيوة. هناك ومن قبلين هون كمان أهل عبلين. هاي الزراعة هناك في الخمسينات بذكر انه كانت اللي يعني مثلا الخيار ما كناش نعرف زراعته قبل 48، كان مثلا فقوس، شمام، بطيخ، سمسم، هاي قمح، شير، وبامي. هاي خيل عربية؟ المعلومة انه اصيل. المعلومة اصيل. جميلة جدا. المعلومة انه اصيل.
وانت فلاح اصيلهم يعني متمسك بالارض. من السبعين زي ما حكيت لك انه قررت انه الزراعه تعطيني استقلاليه للقيود المفروض علي من حركه. التجاره بدها راس مال وبدها حركه، والحركه معدومه عندي نتيجه للقائمه السوداء المفروضه والامكانيات الماديه. مفروض عليك اقامه جبريه. ممنوع تتحرك، ممنوع تخرج من البلد. لا مش بالبلد، لا مكان اقامتي الجمريه بس المثلث زورتيت بسموه الناصري الرامي عكا، هذا المثلث الا الي امكانيه مسموح لك تتنقل فيه بدون تصريح، اما لكفرته هون بدي تصريح. بعد 48 كنا عرضه لنقمه النظام ومحاصره نتيجه لنزاعات عائليه سياسيه نقدر نقول. يعني كانت الصراع العائلي يعني على عمودين قائم، انه خلاف سياسي حسب الفكر السياسي وعائلي. هسه لذلك الا مش معي ضدي. الوش المهم فعلا العمل بالزراعه. بدأت اشتغل بال 66 شريت تراكتور مستعمل. في 66 طمرة ما كانش فيها أكثر من 4-5 تراكتورات. واحد إلى. هذا جزء من البقاء إنك تشبه. فعلا. كم ولد عندك؟ عندي 7 أولاد، 2 و5 بنات. الله يخليهم. وأحفاد؟ أحفاد فوق 20 الحمد لله. ما شاء الله. الله يبارك ويزيد ورمضان كريم وكل عام وانت بخير. أهلين بيه. والله يطول بعمرك. تحياتي دكتور سهيل دياب رئيس بلدية طمرة. يعني أول إشي أنا أجيت على بلد عامر. أحياناً في ألم اللي إحنا منروح على بلد مهجرة، ولكن طمرة بلد عامر وكانت حضن دافئ لمن هجر، للناس اللي تهجروا من قراهم. طمرة العايشة، طمرة اللي كبرت، طمرة اللي ملاني فعاليات ثقافية، وأنا سعيد سلامي أشهد على ذلك. طمرة، أنا طمراوي وأقول دائما أنا طمراوي يا نيالي. أعيش في مدينة تاريخها مشرف جدا. أجدادنا جميعا سكان طمرة استقبلوا أحبائنا، أهلنا، إخواننا وأصدقائنا من القرى المهجرة، الدامون، الرويس، ميعار، الحدثي وقرى أخرى. وام الزينات اقتسموا البيوت ولقمة العيش، وهذا تاريخ مشرف جدا. والحمد لله اليوم طمرة مدينة عامرة بأهلها الطيبين، أهل الخير، وطمرة عائلة واحدة. وطمرة في إلها تاريخ عريق، يعني يقال آلاف السنين من زمن الرومان وزمن البيزنطيين وزمن الكنعانيين. وأنا قرأت أنه في حتى أحد الأسماء طمر، أوكي يقال الله أعلم أنه كان في نخيل ها بالزبط. لذلك سميت بمدينة طمرة. طمرة في أسماء ثانية طبعا. هذا المتداول أنه بالفعل كان يزرع شجر التمر ولذلك سميت طمرة. هناك أقوال كثيرة جدا أنه كانوا يقولوا كفر تمراتا من زمن الرومان. زمن الرومان، ولكن نقول إحنا اليوم والحمد لله رب العالمين في مدينة كيف ما قلت أنه تعايش فيها، والحمد لله رب العالمين بكل عائلاتها. إحنا بنشعر عائلة واحدة.
دكتور سهير، في مسؤولية كبيرة عليكم في البلد، مسؤولية ميزانيات، مسؤولية تطوير، كيف وضع البلد؟ الحمد لله احنا انهينا حتى في سنة الكورونا متوازنين في الميزانية العامة في طمرة، قمنا بمشاريع عديدة جدا في 5 أو 6 سنوات لم يسبق لها مثيل. طمرة في سنة 2015 حصلت على تميز إداري وحصلت على 23 مليون شيكل من وزارة الداخلية، واليوم احنا بصدد إقامة مشروعين كبار، القرية الرياضية في المدخل الشمالي لمدينة طمرة على مساحة 42 دولم، والاستاد الرياضي ما يقارب 32 مليون شيكل، وبجانب المركز الثقافي راح تكون عمارة لبلدية طمرة 6000 متر مربع ليكون تسهيل الخدمات للمواطنين، ونفس الوقت وضع كل أقسام البلدية في نفس البناية. عدد سكان البلد تقريبا 35,000 نسمة في مدينة طمرة. بال48 كانوا بضعة آلاف. بال48 كان عندنا ما يقارب 2200 شخص. الله يبارك ويزيد. ولكما قلت يعني إنه كان عندنا 4 قرى أساسيات مع مدينة طمرة، مع إخواننا من القرى المهجرة، وأنا بقول إخواننا أهلنا أحبائنا وأصدقائنا اللي اتوافدوا على البلد، وهيك اتكونت طمرة. وطمرة اللي اليوم منقول طمرة عائلة واحدة، وبإذن الله ستبقى عائلة واحدة وعامرة بأهلها. وإحنا بنتمنى مش بس لطمرة، نتمنى لو كل وسطنا العربي على الأقل آفة العنف اللي موجودة بيناتنا، كيف قدرنا نقضي على الكورونا كمان نقضي على آفة العنف المتفشي في الوسط العربي، وعلينا استئصاله من مجتمعنا. دكتور سهيل، احنا موجودين على مدخل مدينة طمرة، يعني هون بير الطيري. بير الطيري انا بعرف سموه بير الطيري لانه قد يجوز انه كان في هون في قرية اسمها الطيري. ها، في عندك بير الطيري موجود غربي الشارع. ايوه، كان منبع للمياه اللي كان يعطي مياه لكل الفلاحين بسهل طمرة. ايوه، طمرة عندها ما يقارب 15,000 دونم غرب شارع 70 اللي وضع الشارع الرئيسي اللي بيمتد لتلعكة، اللي بيمتد لتلعكة لحتى كيبوتس أفيك. أيوة، هذا هو المدخل الرئيسي لمدينة طمرة. في مدخل جنوبي قرب منتزه طمرة، والمدخل الشمالي الشمالي مدخل خلف الشريف. دكتور سهيل، يعني أنا إجيت على منطقة، أنا ابن البلد، ابن طمرة، أنا من شفا عمر، من شفا عمر أنا بشوف البلد هون، بس لأول مرة أنا باجي على هذا الموقع الجميل. إيش هذا الموقع؟ أي الموقع اسمه منطقة صنيبعة، وأعلى منطقة موجودة في مدينة طمرة، كان لحد سنة 2015-16 مكب للنفايات من جميع الأنواع، مناظر مؤسفة جدا. ومع لجنة الحارة الفوقة، مع أعضاء بلدية من الحارة الفوقة، وأيضا لجنة البيئة النسائية في مدينة طمرة، قدمنا وحصلنا على ميزانيات ما يقارب 3 ملايين شيكل، وأقمنا هذا المتنزه.
المتنزه اللي هو عمليا مطل على البحر وعلى كل القرى والمدن المجاورة. وفي الأيامات الجمعة والسبت والأيامات العادية بعد الظهر مئات وآلاف المواطنين بيصلوا لهي المنطقة. طبعا هاي المرحلة الأولى للمتنزه. في مرحلة ثانية في هناك منطقة لأدوات الموسيقية الكبيرة، راح يكون ألعاب للأطفال ومكان لألعاب القوة في الهواء الطلق. هذا هو الترتيب. الرياضة الصباحية، وأنا مسرور جدا أنه في ساعات الصبح بيكون موجودين هنا نساء ورجال أطفال ومسنين اللي بيقوموا برياضة المشي أو الركض في متنزه السنبعة. أنا شايف إنه هون عملياً الرويس، الرويس قريبة يعني ملاصقة أراضي الرويس لأراضي طمرة. الحرش الموجود أمامنا هو القرية المهجرة الرويس لإخواننا أصدقائنا وأهلنا من الرويس اللي الغالبية وصلوا إلى مدينة طمرة وقسم لشفا عمر وقرى ومدن مجاورة، ولكن أكثر من 90% وصلوا لمدينة طمرة وبالفعل محاذي لأراضي طمرة. شرقي الرويس موجودة منطقة الدرجات. الدرجات قرية كانت؟ الدرجات مش قرية، وإنما هي منطقة تابعة لطمرة وحولناها من منطقة زراعية إلى منطقة بناء. جميل. مين ساكن فيها اليوم؟ العملية خالد شريف؟ لا، الدرجات فيها ما يقارب 200 بيت اللي عمليا من دون ترخيص، وكان مهم جدا لإدارة بلدية طمرة إدخالها للمسطح وإيداع الخارطة التفصيلية، والحمد لله صدق عليها نهائيا. وإحنا اليوم بصدد التجميع والتقسيم لإصدار رخص البناء. جميل جدا. طب أنا شايف إنه المساحة شاسعة جدا، وحكينا انه عدد سكان البلد تقريبا 35,000. السؤال، قديش مساحة البلد؟ المسطح العام لمدينة طمرة ما يقارب 34,000 دنم. انا بدي اعطيك مثال نتانيا. مسطح مدينة طمرة اكبر من نتانيا. احنا موجودين بالمرتبة 12 من ناحية المسطحات. حتى غربي شارع 70 في 15,000 دنم تابعات لمدينة طمرة. وهاي الأراضي اللي موجودة هون بالإمكان بناء فيها في المستقبل؟ هاي المنطقة تسمى منطقة العين. اليوم تخطيط لخارطة تفصيلية، وإحنا بإذن الله تعالى بصدد إيداعها في اللوائية في الناصرة. ومنطقة أخرى اللي هي منطقة بير الطيري تمتد من المدرسة الثانوية لحد شارع 70، وأيضا بصدد إيداعها في اللوائية. وهناك أربع مناطق صودق عليه نهائيا، اللي هي منطقة وبدأنا البناء والتوزيع منطقة الديديا، المنطقة الأخرى هي المنطقة الجنوبية المحاذية لمتسبي أفيف 5300 وحدة سكن، منطقة أخرى هي مدخل مدينة طمرة من المنطقة الشمالية الكواشف، وأيضا صودق عليها نهائيا وبدأنا التجميع والتقسيم. وكما قلت أيضا منطقة الدرجات صودق عليها نهائيا وبدأنا التجميع والتقسيم. يعني فقط من انتظار بإذن الله تعالى منطقة وادي العين ومنطقة بير الطيري، وهيك احنا منسكر المدينة لمئات السنين. يعطيكم ألف عافية. وهذا عمليا جزء من بقائنا،
انك هاي انت بتتحمل مسؤوليه كبيره، مسؤوليه كبيره تجاه اهل البلد. يعطيكم الف عافيه، يعني كان لقاء جدا مثير دكتور سهيل، وقلنا لقاءات كثيره، وانا راح اضل اجي على البلد واعرضهم بالبلد. اولا اهلا وسهلا فيك، اهلا وسهلا بكل ضيوفنا من القرى والمدن المجاوره، وكما قلت علينا المحافظه على جذورنا الفلسطينيه، وكمجتمع عربي كاقليه عربيه ان شاء الله نبقى متوحدين متكاتلين، الوحده قوه. وهيك بنكون الان انهينا جولتنا في مدينه طمره، طمره العامره باهلها. كانت جوله مثيره وجميله، والى اللقاء في مكان آخر.